طيب أنا النهاردة جاية أحكي عن حدوتة، عن بنوتة اسمها بهية. بهية بنت عادية جداً، عندها أحلام، عندها طموحات كتير نفسها تحققها. الطموحات اللي بتيجي يعني أول ما البنت تدخل في سن إعدادي، أول ما بهية كبرت ودخلت في ثانوية عامة، السؤال المعجزة اللي كنا بنقف قدامه، أدخل أدبي ولا أدخل علمي؟ باباها طبعاً فهمها إن أدبي ده الناس الفاشلة، الناس اللي اخرهم بتبقى تجاره حقوق مالهمش لازمه قاعدين ورا في الاخر، فاهمها ان النجاح ان هي تدخل طب، هندسه، سياسه اقتصاد. ما كانش مهم هي عايزه ايه، مش مهم هي نفسها تدخل ايه، ان شاء الله تبيع بطاطا، مش مهم هي ايه الحاجه اللي ممكن تمكنها ان هي تحقق احلامها. لحد ما جه وقت البعبع بتاع امتحانات الثانويه العامه، دايما بتسمع الكلام بتاع انت هتقعدي 7 ساعات على الكتاب مش هتوي من عليه، احفظي كل حاجه مش لازم تفهمي، احفظيها زي ما هي، انت لازم تاكلي كتير عشان تعرفي تركزي، ولازم تفتحي المواد كلها كل يوم. محدش فهمها يعني ايه مذاكره، محدش مكنها من حتى ان هي تعرف الظروف الملائمه ازاي تذاكر، محدش قال لها ذاكري ده او ما تذاكريش ده او ازاي تعرفي تذاكري. طبعا الموضوع انتهى بيها ان هي دخلت اي كليه من كليات ادبي. دخلت الكليه عادي. دخلت الكليه عادي زي اي بنت. في يوم وهي رايحه الجامعه حصل لها زي حادثه تحرش. توقعت ان الناس تدافع عنها، ان الناس تتكلم، ان الناس تقول اي حاجه للي عملها كده. الناس كلها بصت لها من وجهه نظر ما انت اللي لابسه كده، انت اللي عايزه كده، انت اللي عايزه حاجه تعملي كده. ما حدش قال لها ان انت مش غلط، ان الغلط مش عليكي انت، ان الغلط اني مش فاهم. فهي قررت تسوق عادي، يعني ما الناس كلها بتسوق، البنات كلها بتسوق، مش هتركب مواصلات تاني. راحت تتعلم سواقه. اللي بيعلمها سواقه بكل بساطه قال لها بصي على المقاطع كده يا انسه، انت هتدوسي الدبياج للاخر وتشيلي ترتيب فرقه وبالراحه وبعد كده تبقي صوتي. ما فهمهاش اي حاجه. ده احنا كنا وصلت للسن بتاع الجواز، السن بتاع السن بتاع العصفوري في قفص والصوره بتاعت الفيسبوك على فيسبوك بالدبل. ما حدش فهمها او قال لها يعني ايه جواز. كانت كل الكلام اللي بتسمعه انت كبرتي، انت ما ينفعش تفضلي قاعده جنبي، شايفه بنت ضد امان خلاص اتخطبت وانت لسه قاعده، وفيها ايه لما تتجوزي جواز مراد؟ ما انا ممكن اتجوزك جواز مراد، ده الحب بقى مسخره. رغم ان هما كان في فرق ما بينها وما بين ما بينهم وما بينها في الخبره، في المسؤوليه، في الجواز، بس هما عارفين يعني ايه جواز، بس ما حدش فاهمها، ما حدش قال لها ايه الامكانيات اللي هي تقدر تعرف تتجوز بيها، ما حدش فاهمها يعني ايه تبني بيت، يعني ايه تبني اسره. فهي كانت عايشه حياتها كلها مجبوره على قرارات مش بايديها، قرارات لو كانت هي فكرت فيها او عملتها بايديها كانت حياتها هتتغير. لما وصلت الثانويه العامه وفكرت انا هدخل ادبي ولا هدخل علمي، لو كان حد فاهمها انت لو دخلت ادبي هتطلعي من هنا ايه وايه وايه وايه، لو دخلت علمي هتتخرجي تدخلي جامعه ايه وايه وايه، لو كان حد فاهمها انت لو دخلت الجامعه الفلانيه هتعرفي تحققي حلمك منها، او على الاقل تدخل جامعه تمكنها في حلمها، مش مجرد جامعه والسلام ويبقى اسمها خلاص دخلت دراسه وخلاص، مش مجرد ان هي تبقى حيطه او مكعب في حيطه، لو المكعب ده اتشال من الحيطه عادي ممكن حد يجي تاني يحط مكعب تاني مكانه، مش هيحصل اي تغيير ولا هيحصل اي فرق. لو كان حد قال لها ان انت لما يحصل لك تحرش انت لازم تتكلمي، ما ينفعش تسكتي، لازم تجيبي حقك، لازم تدافعي عن نفسك، ان الغلط مش عليكي انت. ما تعمليش زي البني ادم العيان اللي سايب المرض عمال ياكل فيه ومتضايق ومش عايز اي حاجه. لو كان حد فاهمها من السواقه ان انت تعملي كذا وكذا 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 وكذا، او على الاقل فاهمها ميكانيكي العربيه ماشيه ازاي، او لما يحصل لها موقف وهي في الشارع ازاي تعرف تتصرف، او على الاقل كان فاهمها ومكنها في الجواز ازاي تعرف تفتح بيت، ازاي تعرف تبني اسره، ازاي تبقى ام، لان الجواز دي ممكن تتهاون في اي حاجه الا في المشاركه، في الحياه، في العيشه، في المسؤوليه، اللي مش مجرد واحد والسلام، مش مجرد واحد انا اتجوزته عشان اهلي عايزينه، عشان شايفينه مناسب كفلوس ككارير،
مش اللي انا عايزاه ولا انا مختاراه. في يوم فائت نفسها طبعا كان الوقت خلاص جري بيها، الوقت عدى بيها، فائت متاخر قوي وهي قاعده بتكتب قصص قصيره عن حياتها. كتبت ان هي شايفه ان الدنيا دي بالظبط زي وهي رايحه تشتري بطيخه، هي ماشيه في طريقها مش عارفه اذا كانت البطيخه دي ممكن تطلع حلوه ممكن تطلع قرعة، وكانت شايفه ان الاختيارات دي بالظبط زي الحقنه. هي تعبانه شر لابد منه مهما هربت، او بتوجع في الاول مقرفه في الاول بس بعدها راحه. كانت شايفه ان الاراده دي زي المسمار في الحيطه اللي شايل روحها، هو شايل حمل وشايل فوق طاقته بس مكمل. وكانت شايفه ان النجاح زي كلام الناس المتفائله اللي ما همهمش لو البطيخه في يوم طلعت قرعة مش مهم في غيرها جاي كتير، واللي شايفين ان الحقنه اللي هي الاختيارات اول ما بتتاخد بتبقى صعبه في اولها بس بعدها راحه، بعدها خلاص ارتاحت عرفت هي عايزه ايه. وشايفه ان الاراده بالظبط او المسمار اللي في الحيطه ان هو شايل فوق طاقته بس مكمل. كانت شايفه ان هي عندها احلام كتير قوي نفسها تحققها، انها كان نفسها تبدع نفسها تطلع اللي جواها. ما ينفعش حد يجي يقول لها اعملي واعملي واعملي من واعملي من غير ما يمكنها ازاي تعمل. كان نفسها ما تفشلش، كان نفسها ما توصلش للفشل. كانت شايفه ان الفاشل هو اللي بيجرب حاجه ويقع وما يقومش. كانت شايفه ان الفشل انك تعمل زيها، انك تمشي ورا قرارات انت مجبر عليها من غير ما حد يمكنك، من غير ما حد يفهمك. كانت شايفه حاجات كتير قوي هي ما فاقتش الا متاخر قوي وهي قاعده بتكتب شويه قصص عن حياتها، شويه اساطير بتسطرها. اهم اسطوره هي كانت مؤمنه بيها ان كلمه مستحيل او كلمه الفشل دي مجرد اسطوره من ابداع الفاشلين. شكرا لكم.